نيابة عن حضراتكم جميعا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والامتنان لمعالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أنا شرفت النهاردة وشرفت الوزارة إن هي تكون موجودة لتكريم رموز الرياضة المصرية اللي كل فترة مع جمعية وجمعية المصرية لقدامى الرياضيين، كل الشكر والتقدير ليها على جهدها الكبير جدا يعني إكمالها هذه المسيرة المرتبطة بالمودة والرحمة والتقدير لمن أعطى للدولة المصرية مع كبر سنه. أنا بشكرهم جدا ومتعاونين معاهم بشكل كبير جدا جدا جدا. النهاردة شرفنا بوجود يعني قامات كتيرة سواء من الجمعية اللي بتكرم ودورهم أساسا المجتمع الكبير جدا ونجوميتهم الكبيرة، لكن هم بينزلوا ويروحوا ويشوفوا ويدعوا وينظموا، احنا معاهم كل الشكر والتقدير ليهم ودايما، وبشكركم كمان على وجودكم ونقل هذه الرسائل. يعني مبسوط قوي ان انا جيت التجمع ده عشان اشوف بيت الرياضيين وخاصة زمايلي بتوع النادي الاهلي. انا كنت كابتن النادي الاهلي في السباحة، مبسوط قوي لما لقيت عدد منهم. اولا طبعا بشكر جمعية قدامى المدربين على هذا التكريم، فكرة حلوة، فكرة كويسة قوي ان حد يفتكرك. يعني التكريم شيء مهم ليه معنى، ما فيش حد غالبا بيتكرم وهو مش ناجح او مش يعني ما اداش رسالة، لان من المؤكد انك انت لما تذاكر طول النهار وتحاول تبقى موضوعي وأمين وصادق مع الناس، ولما تيجي تنتقد بتنتقد بأسانيد فنية، بتقول كلام مسنود فنيا يعني مش مجرد انطباعات، أكيد في النهاية هتنال التكريم. يعني الحمد لله طبعا أحلى حاجة بس إن أنا بقابل زملاء قدام بقالي مدة مش شفتهمش، كل واحد فينا مشغول في حياته وظروفه، فدي حلوة يعني، حلوة جدا يعني. تخيل واحد بيشتغل بقاله 40 سنة سواء من تحت التمرين لغاية ما تعينته بقيت صحفي، أكيد ما حدش افتكرني غير الناس الجميلة دي، بديهم كل التحية والتقدير، وليكي وللقناة كلها ولأسرة القناة إنهم بيكرموا يعني الفن، بيكرموا الفنانين، النقابات الفنية، النقابات الصحفية بتكرم الصحفيين إلا الرياضيين. فأول مرة يكون لنا تكريم يعني منكم القناة الجميلة اللي أنا بعشقها، اللي أنا كنت أحد اللي عايشين فترة تأسيسها وتأسيس القنوات، فبشكركم جدا جدا، ولفتة رائعة ولفتة كريمة، وياريت تستمروا على هذا وتختاروا شخصيات في كل مجال في الرياضة، في كل الرياضات. يمثل معاني كثيرة جدا كلها معاني جميلة جدا، على رأسها الوفاء، يدل على أن الوفاء موجود، وأيضا تقدير للجهد اللي بذلوه هؤلاء الرواد على مدى سنوات طويلة جدا، والطرق اللي مهدوها لأجيال جديدة النهاردة دخلت ده بفضل هؤلاء الرواد. فطبعا المعنى اللي بيمثله هذا التكريم هو معنى رائع وعظيم جدا، وياريت يبقى سنة متبعة باستمرار. لما جينا نفكر في تكريم الرموز الرياضيين الكبار، رموز الإعلام الرياضي، لأنهم جزء مهم جدا من نجاح المنظومة الكروية في مصر، فكان الفكرة دي اتأجلت أكتر من مرة نتيجة ظروف كورونا وظروف تانية، لكن اخترنا المجموعة اللي هي الرموز الأساطير بتاعت رموز الإعلام الرياضي عشان نقول لهم شكرا. النهاردة لمسة وفاء، في ناس الجيل الجديد كله ما يعرفهاش رغم أن الناس دي سطرت بحروف من ذهب الإعلام الرياضي في مصر. النهاردة بنقول للناس شكرا، وفي الوقت نفسه بنقول للجيل الجديد من خلالكم ومن خلال الإعلام كله أنه الناس دي لهم حق علينا أن احنا نضرب لهم تعظيم سلام ونقول لهم ألف شكرا اللي عملتوه. أولا شكرا للتقدير أن الجمعية فاكرة ومقدرة مين إبراهيم حجازي وعمل إيه إبراهيم حجازي. فطبعا أنا سعيدة جدا، ويا رب الشباب كله كده يبقى زي إبراهيم حجازي في وطنيته وشغله وجهده واجتهاده. واحمد ربنا واشكر فضله انه الاعلام نفسه انبسط من اللي حصل. واحنا النهارده فكرنا من مده كبيره جدا ان احنا نكرم الاعلام الرياضي، لان الاعلام الرياضي ده هو القافله اللي كل الناس نشاطها بيندرج تحتها. وهؤلاء الناس اللي هم الرموز اللي احنا كرمناهم النهارده واخترناهم، دول رموز كبار قوي. وقت لما احنا كنا بنلعب
وقت لما احنا كنا بنفكر نعمل الجمعية دي الناس وقفت معنا، وقفت معنا بشدة وساعدونا على أساس ان احنا نجتاز العقبات اللي كانت في أول الجمعية. والحمد لله ان ربنا كرمنا وعملنا بقى التكريم ده علشان نقول للناس ايه، متشكرين ومعايشين. وده الفرق بقى، كل الناس بعد ما تموت بيقولوا لا كتر خيرك عملت وسويت، لا وهو عايش بقى عايز حد يقول له متشكر وحد يطبطب عليه يقول له كتر خيرك.